خلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذكرى فاتح ماي باعتماد خطاب يجمع بين مساندته للأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة وتثمين ما تحقق من مكاسب لفائدة الطبقة العاملة وتمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة. طالب الحكومة بأن تتعامل بأكثر جدية مع الحوار الاجتماعي، ونطالب بالانفتاح على المكونات النقابية في الساحة الوطنية باعتبار أننا كلنا شركاء في هذا الوطن حكومة ونقابات. نعتبر بأن الملفات الكبرى للإصلاحات الأساسية مثل الصندوق ديال التقاعد والمقاصة والمنظومة ديال الأجور والإصلاح الضريبي ومجموعة من الملفات الكبرى الآن تحتاج إلى أن نتعاون جميع حكومة ونقابات من أجل تجاوز المرحلة التي كيعيشها المغرب، لا من حيث الوضع ديالو الاقتصادي ولا من حيث المطالب الاجتماعية المعقولة. النقابة التي أعلنت انخراطها في الأوراش الإصلاحية دعت إلى إجراء ما تم التوافق عليه على مستوى اللجنة العليا من قواعد لمؤسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل. كما طالبت النقابة الحكومة بتحمل مسؤولياتها إزاء ما اعتبرته الانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية ولا سيما في القطاع الخاص.